أسرة الحدث 24 تتمنى لكم رمضان مبارك كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي جريدة الحدث 24، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينة فاس. كما كتشوفوا معنا احنا مع واحدة من أشهر المعلمات ديال الزرابي التقليدية في مدينة فاس، وغتشوفوا معنا الفن ديال صناعة الزرابي التقليدية، ونشوفوا بعدها هذا الفن البديع ديال الزربية التقليدية اللي كتصوب باليد كيفاش دائرة. وعاد نمشيو لعند المعلمة اللي غتشرح لينا كل ما كيتعلق بالزرابي ديالها. شوفوا معنا الخيرات ديال هاد الزربية التقليدية، يعني الزربية اللي كتخدم باليد. شوفوا على الأشكال، هادشي كامل راه صناعة تقليدية باليد، يعني بالأنامل ديال الصنايعيات اللي كيخدموا في هذا المجال ديال الزرابي، واللي بدات الصناعة هذه كتنقرض في المدن العتيقة وخاصة على مستوى مدينة فاس. كما كتشوفوا معنا كاين مجموعة ديال الزرابي هنا، وكل وحدة عندها الاسم ديالها. غنمشيو لعند المعلمة هي اللي غتقول لنا الأنواع ديال الزرابي وشنو المشاكل اللي كيعيشها القطاع وشحال كيسوى المتر ديال الزربية. كل ما كيخص ذلك غادي تشرحوا لنا السيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو الاسم ديال اختي؟ رحمة فطيط. معلمة زربية ياك؟ معلمة زربية. شحال من عام انت كتمارسي؟ 34 سنة. وانا في هذه الخدمة دخلت لها صغيرة من اكثر من الدراسة. جيتي لهذا المعرض هذا كتعرضي المنتوجات؟ كي داير الصناعة التقليدية ديال الزرابي في هذا الوقت؟ في هذا الوقت كاينة عيانة شوية، يعني مريضة شوية، لأن أنت عارف بأن هذه الجائحة هذه ومور هذه الجائحة جا بحال دابا هكا على حسب هذه الحرب، واش فهمتيني؟ حسب حنايا إلا خدمتنا إلا مع النصارى تقريبا 95% ولا 90% إلا على حسب النصارى هما اللي تياخذوا من عندنا. دابا أصلا ما كاينينش حنا يد العاملة، يعني هذه الصنعة خصها وقت وخصها صبر. كيدخلوا لها صغار وهي اصلا في فن ديال هذا الزربيه، ولكن دابا يعني بدات تتنقرض. يعني بدات كتنقرض، يعني حتى المعلمات البنات ما بقاوش كيجيو ما بقاوش، لان اصلا ما كاينش المنتوج، البيع ما كاينش، وهي اصلا تتشد الوقت. تلقى الزربيه كتضرب 4 شهور 5 شهور واش فهمتيني، ومشكل تحطها وما يمكنلاش ما كاينش البيع في هذه الساعه، لان ما كاينش النصارى اللي غادي يشريوها. شويه بدات تتراجع شويه على شويه. واخا نمشيو معاك ومن بعد عاد تعاودي لنا على المشاكل ديال بالنسبه لهاد الزرابي هادو. هاد الزربيه هادي اللي قدامنا شنو السميه ديالها؟ زيدي حداها تما. هذا الديسان تيتحسب، هاد الديسان هذا تيتحسب صارجي، واش فهمتيني؟ صارجي، لان هاد الصارجي هذا ولا هو اللي ولا موديل كيتمشى، لان شحال هادي كانت الخريبه، كان بزاف هذا، كانت ديك البلانط القدام، دابا الناس تتغير البلانط، واش فهمتيني؟ كتمشى مع حيت كتبقى من جيل لجيل، واش فهمتيني؟ كتخدم لها جميع الكولورات ديال اللي فيها، باش اي لون درتيه ديال البلانط ما تتموت، عمر الزربيه ما تتموت، لان اصلا باليد شي حاجه. درتيها مع البلانط كما بغاو يكونوا النوع ديال البلانط كيجيو معاها، يعني ضروري كينزل واحد الكولور، واخا تبدل السير كينزل واحد الكولور معاها ديال البلانط. بالنسبه للطرزه اللي فيها السواقه اللي فيها كتصوبوها في اوراق؟ كنصوبوها ديسان، كنخرجوها على حد دابا هكا، راه ان 34 هذا كنكتبها ديسان، وفي التالي عاد كيمكن لي نعطي للبنات، لان اللي كينتجوا في المنشج باش يخدموها. هما اللي باش كيشوفوا كيشوفوا في الديسان. ايه كيخدموها. داكشي كيكون بالعبار بالميتر بطبيعه الحال بالحساب. كل بحال دابا كل عقده هذه الاكسترا عندها 360 عقده، واش فهمتيني؟ كيمكن كتحسب بالعقده، لكن هذا ولا 10 سنتيم كتكون 40 عقده 50 عقده، واش فهمتيني؟ كتحسب انت على حسب، كتمشي معاك على حسب القياسات. واخا دابا هاد الزربيه هادي شحال كدير للميتر؟ كدير 1000، واش غنقول لك؟ كنا كنبيعوا ب 1500 درهم. دابا على حسب الجائحه تراجعنا بزاف، خصنا غير المهم ديك السطوق اللي عندنا خصنا نخرجوه، ولات 1300 درهم. ومازال وهذا هو اللي كيخلي الثمن مرتفع، هو اللي كيخلي الناس واقيلا ما يمشيوش. هو اصلا هاد الثمن لما تجي تشوف ماشي مرتفع، لا هاد الثمن راه اقل حاجه على المعاناه اللي فيها، واش فهمتيني؟ على على السلعه، المواد اللي فيها طبيعيه، يعني الجوده، واش فهمتيني؟ ما هي يعني الصوف كتكون الصوف طبيعيه ديالها، الصوف طبيعيه، صوفه طبيعيه، ما كتطلق ما كتكشف ما والو، شحال ما بقات واخا تبقى لك حتى الصباغه طبيعيه، طبيعيه الصباغه ديالها بحال اللي دوريجين، ما خا تبقى عندك 40 عام تولي تجبدها تلقاها نفس الزربيه مازال عليك، صبن عادي بحالها، ما اي لون هو نصبن وحدك ما تيوقع له حتى مشكل، يعني طبيعي. نمشيو للزربيه الاخرى عاوتاني. مرحبا. الاسم ديالهم
وحده بوحده. هذيك الصغيره شنو سميتها؟ هذه الصغيره بعدا لي صندولي، يعني كتحسب لي صندولي، يعني هي اصلا ميزان تاعها ديال مديونه صنادق، ولكن القياس ديالها مديونه، يعني صندوق هذا حنا كنسميوها مديونه، يعني صنادق الصناعه ديالنا السميه ديالها كنسميوها مديونه صناعه الاصناد. لا مديونه صنادق على حسب الديسان، شفتيني هذه بالنسبه هذه لي صندولي كيتبدو معاها لي صندولي. ها هو يمكن لك ديرها على الوجه، يمكن لك ديرها على الظهر. كتجي كي الطابلو، هذا الطابع ملي كنساليوها كنطبعوها، واش فهمتيني، كنديوها لدار الطابع كنطبع انك عفوا انا واش زعما 100% ولا هذا ضروري كندوزوها حتى حنا في الديوانه ديالنا، واش فهمتيني. كاينه مراقبة ولكن حنا من هما كنضربوا في الزربيه وعلمنا وليدات وعلمنا اجيال، بطبيعه الحال راه حنا كنخدموا الجوده. هذه الكبيره حتى هي صارجي، غير يقولوا شويه كتختلف. واحد على حسب القياس اللي هو. هذه عاوتاني لسان واحد اخر اللي كتختلف، هذا هادو كتحسبو العراج. هما هادو بحال دابا هاكا هانتا شتي هاكا شتي هاكا ها هو هانتا شوف هانتا شتي هاكا بحال الشجيرات كاع هي هاكا. السواقه هي كتقولها العراج. كنقولو لهم العراج، هذا الديسان تاع العراج. هذه اللي حداها، هذه اللي حداها كهادو السين اللي كيبغي مثلا هذه قدام الحسن خفيفة خفيفة، لأن هادو السيل كيكون عادي، واش فهمتيني؟ السيل عادي ما عامرش أنت الحمر. هي الحمر هي كتختار على حسب بلانطوك. هادو عاوتاني ها هما هادو ها تا هما كيتسماو العراش. هذا نيت هو صار غير الديسان كيكون شي شوية مختلف، نتا والديسان يمكن لك تعمرو دير هو ديسان واحد كيتحسب، ولكن غير واحد كتعمرو مزيان واحد ما كتعمروش مزيان. حنا في كان عندي المحل في الباب، دابا راه حنا بلا لي دوناج، يعني بحال دابا هكا، ولكن بحال دابا يعني كنقاسيو البنات اللي كانوا عندنا كاملين ما بقاوش، لان خرجوا يمكن لهم يضربوا شهرين ثلاث شهور وما غادي يتخلصوش، واش فهمتيني، لان مثلا مازال ما تحركاتلناش مازال السياحه وجماعه القضيه ديال الحر. بالنسبه للمشاكل اللي كيعانيها القطاع، اللي كيعانيها الصانع الصناعه ديال الزرابي، صناعه الزربه، يعني كنهضروا القطاع اللي فيه. واخا بالنسبه لخويا اللي كيقول لي الصوت مخربق، حنا قادينها اخويا، واخا مرحبا كملي اختي. قلتي لي شنو المشاكل اللي كنعانيو؟ لان ما عندناش البيع، لان كنا كنخدموا دوزنا الحرب ديال كورونا وقلنا صافي غادي تفاجا، جانا الحرب هذا ديال اوكرانيا وديك الشيء، واش فهمتيني. واخا خليك معايا اختي، بالنسبه خويا كتسول على الثمن، الثمن ايا تقولوا هي، قولي لي شحال قلتي لي الثمن المتر؟ 1300 درهم المتر. 1300 خويا اللي كتسولني على الثمن، قال لك 1300 المتر. واخا كملي، قلتي الحرب ديال اوكرانيا حتى هي اثرات عليكم؟ اثرات علينا. السياح ما كيدخلوش ولا شنو؟ لا السياح ما تيدخلوش، ومن بداو يدخلوا تيدخلوا قلال، يعني مازال حتى هما دازوا ديك الازمه مازال ما كنبيعوا ما كنشريو. وبالنسبه لنا حنا كنا كنبيعوا راه 1500 والصرف، ويعني كنخدموا كنعطيوهم راه تنتعبوا فيها، راس الزربيه كتضرب 4 شهور ويد العامله فيها، واش فهمتيني، والجوده اللي فيها واش فهمتيني، يعني كديرها بحال شي حاجه كتبقى على الطابلو، يعني يمكن تخدم مع الزربيه على جوج يد، شدت لك تعلقها خفيفه ما بقاتش فيها المشكل، تعلقها شدت لك تحطها في الارض كتحطها. يعني واخا اختي انقطع، بالنسبه للاخ محمد غونزاليس اللي كيسول على الثمن، واخا اختي واحد السيد كيسول على الثمن كيقول مرتفع، بالنسبه لكم انتوما المواد اللي كتستعملوا فيها، عاودي لنا ديك القضيه اللي قلتي لنا، المواد الطبيعيه والثمن ديالها شحال؟ المواد اللي هذا مثلا شحال كتدخل من كيلو؟ راه ما مرتفعش الثمن ديالها، يعني شحال كتدخل من كيلو ديال الصوف؟ ديال الصوف، الصوفه طبيعيه، وشحال كدوز فيها ديال الوقت؟ شحال الوقت كتضرب 4 شهور 5 شهور في الزربيه، ويد العامله كيكونوا فيها جوج وثلاثه، واش بالنسبه لثمنها راه غالي؟ بالنسبه للزرابي اللي كيدخلوا من تركيا ولا من ايران، اثروا على البيع ديالكم ولا انتم عندكم كليان ديالكم خاص؟ حنا ملي كانت بحال دابا سير الايام عندنا كليان ما كذا، ولكن دابا حاليا يعني الناس كتمشي، هادوك تيتخدموا، واش عمر الحاجه ديال اليد كتكون هي ديال الماكينه؟ ما يمكنش. انتم هنا غير باليد، كلشي باليد. باليد وحاجه طبيعيه، يعني كتقدر الزربيه ديال تركيا راه انت كتفرشها كتضرب سنين 5 سنين 10 سنين كاع وكتمشي، الزربيه ديال اليد تضرب 40 عام 50 عام كتبقى من جيل لجيل وكتبقى هكا.
يعني ما تتكشف ماشي واعلام حتى شي حاجه طبيعيه واخا دوزتوا الفتره ديال كورونا كان عندكم عطاوكم شي دعم نتوما كزرايبيه عطاوكم شي دعم مثلا عوضوكم في ديك الناس ما عوضونا حتى بحاجه ما عطاونا حتى شي حاجه اي حاجه اي انسان دعموه حنا ما دعموناش الزربيه هي اللي ما دعمتش دعموا الفلاحه حنا ما دعموناش يعني الصناعه ديالكم الصناعه ديالنا ما دعمنا حتى شي واحد لهذا كاع الناس اللي كانوا فيها شويه بداو تينهار اللي كانوا خدامين البنات اللي كانوا خدامين معاكم ساكن ما لا ما دعموش لا بنات ولا حنا حتى واحد فينا ما دعم هذا لان وهاد الصناعه اللي كيعرفها راه اللي ما دخلاش من الصغر راه اكثر من الدراسه كتشد كي كتعلم في الدراسه من عام لعام كتعلم في الزربيه من عام لعام يعني البنيتات اللي كيجيو عندكم صغيورين انت هي اللي كتعلميهم كنعلمهم شحال الوقت كيشدو 5 سنين 4 سنين عاد تيتعلموا ما كاينش عام وعامين يكذب عليك ويقول لك اللي يتعلم الصنعه مثلا الحاجه الا كان دماغهم خفيف خصهم 4 سنين 5 سنين عاد يمكن لهم يتعلموا وفي الاول ديالهم فاش كيجيو شنو كيكونوا كيديروا كيقطعوا بالمقاس ولا حيت اصلا هي اصلا الزربيه كتقطع بالمقص ولكن منين كيجيو كيمكن لك عاد تعلمهم كيخدموا بجوج يدين كتعلمهم الاول والتالي عاد يوليو يخدموا بيديده وحده عاوتاني هذا لان ماشي شي حاجه سهله الزربيه كنشوفها كتجيب بلا هكا كلها عبار واحد باش كتجيبوها هكا بحال دابا هكايا كتجي كامله عبار واحد ما كاينش خيط طالع ولا خيط هابط ولا هذاك باش كتقادوه غير بالمقص غير بالمقص بيديهم غير باليد في اليد كيطلعوا هكا كيخدموا ثلاثه ديال مثلا نقولوا حنا سنتيم جوج وكيحدقوا وما اصلا كتخدمش انا قلت لك شي حاجه ديالها ما سهلاش واخا بالنسبه للناس اللي بغيو يجيو لعندكم البلاصه اللي كتخدموا فيها كتعرضوا فيها ذكرينا بالبلاصه فين عندكم لان الصناعه هذه الصناعه ديال الزرابي ما بقاتش قلالت هنا في مدينه فاس وقلالت في المغرب كامل والزربيه وهي اللي كانت خدامه يعني بها شعرتي العامله راه كان فيها بزاف النص كثير اللي خرجوا انا براسي خرجوا لي شي بنات ما بقاوش خدامين معاك شحال كتخدمي معاك دابا حاليا دابا حاليا غنقول لك يلا شي 10 10 اللي كيخدموا معاك شحال هذه كان عندي بزاف كانوا خدامين معاك بزاف كانوا خدامين فهاد كورونا انا راه كانت البنت الضربة معايا 16 عام 20 عام كانت اللي تزوجات وما ولاتش كاينه اللي تزوجات وولات كانت اللي كانت برغوشه وكبرات يعني واش مزيان كاينين اللي كانوا مزوجين وخدامين معاك مزوجين راه بحال حاليا مزوجين وخدامين واخا اين بلاصه عندكم نتوما المنسج عندي في لالاي الدونا في لالاي الدونا في المدينه القديمه تسميت العامله واخا شكرا بارك الله فيك على هاد التوضيحات كامله كما كتشوفوا معنا خوتي هذه هي الزربيه التقليديه اللي كتخدم باليد هذا هو الفن ديالها وهذا هو الطرزات ديالها هذه كما قالت العرشيه كتحسب بهذا العرش هذه كما قالت السيده المعلمه هذو الزربيات اللي كيكونوا قالت شارجي يعني عامرين فيهم بزاف ديال الالوان هذه الزربيه اللي كتخدم لكاع الالوان انتم كتشوفوا معنا فيها جميع الالوان يعني صفر خضر احمر ديرها مع جميع الطلامط هذه صناعه تقليديه عريقه بالنسبه للاخوه اللي كيقولوا على الثمن بالنسبه لهاد الزرابي هادو كما قالت السيده المعلمه اللون كيتصوب لون طبيعي يعني هاد اللون الاحمر ولا الخضر ولا هذيك الصوفه كتصبغ بواحد اللون اللي طبيعي بالنسبه للصوفه صوفه طبيعيه يعني ديال الحيوانات ماشي ديال ديك الصوفه اللي كتصوب من مواد يعني كيماويه ولا كتخرج من داكشي ديال البترول ولا هذه صوفه طبيعيه عاد المعلمه كما قالت الزربيه كتستغرق لها 4 شهور واكثر على حسب المتراج اللي فيها بالنسبه للمتراج 1300